أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. الوفد الحكومي يؤكد أهمية تحديد سقف زمني لمشاورات الكويت والتقدم في إجراءات بناء ثقة. طائرات التحالف تشن غارات على معسكر لواء العمالقة في عمران. قوات الجيش والمقاومة تستعيد السيطرة على جبل جرداد شرق الوازعية في تعز. مشاهدينا الكرام، نستهل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. أكد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت أهمية تحديد سقف زمني للمشاورات وتثبيت الخطوات والنقاط والأطر التي يتم الاتفاق بشأنها لضمان عدم الانقلاب عليها أو التراجع عنها. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن الوفد ناقش مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ضرورة التقدم في إجراءات بناء الثقة، وخاصة إطلاق المعتقلين ووقف إطلاق النار. وأضافت الوكالة أنه تم الاتفاق على استئناف جلسات العمل المشتركة على مستوى اللجان من اليوم الاثنين. ومعنا من الكويت الصحفي الموافد للمرافق للوفد الحكومي الأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما الذي رشح من لقاء ولد الشيخ مع وفد الحكومة الشرعي في مفاوضات الكويت؟ انتهى اللقاء تقريبا أنه تم الاتفاق على العودة لطاولة المشاورات، وأبلغهم بأن لدى وفد الحوثي وصالح الآن استعداد للعودة بعد لقاءات واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين وجهود بذلت من قبل دولة الكويت ومن قبل الأطراف العربية المجتمعة في محاولة لإقناع الوفد الحوثي وصالح بالعودة للمشاورات. طبعا هناك وعود قدمها ولد الشيخ للوفد الحكومي في الاجتماع قبل قليل أن تبحث المشاورات سقف زمني محدد، أن يتم الضغط من أجل تنفيذ إجراءات بناء الثقة، لكن تقديرنا أنها لن تصمد كثيرا هذه الوعود ولن تستمر الجلسات المشتركة، سواء جلسات مشتركة أو جلسات اللجان، كثيرا في ظل عدم قناعة كاملة لدى وفد الحوثيين وصالح بجدول الأعمال أساسا والأجندة والمرجعية التي يتم على أساسها النقاش. وبالتالي نتوقع أن تتوقف المشاورات بعد اجتماعات أو ربما للبحث عن طريقة لإخراج نهاية مرضية لدولة الكويت المستضيفة للمشاورات. نعم أستاذ علي، إذا ما اعتبرنا بأن هذه المشاورات عادت من جديد، برأيك ما هي أو باعتقادك ما الذي سيستجد في هذه المفاوضات إن عادت؟ أعتقد أنه سيبدأون بمحاولة الاتفاق على نقاط معينة على أساس أن يتم الترتيب لها حتى جولة مشاورات أخرى، لأنه كل المؤشرات خلال هذه المشاورات لا تنبئ أو لا تبشر بأن هذه الجولة ستفضي إلى نتائج حقيقية وعملية أو أنها ستفضي إلى حل شامل لإنهاء الأزمة، وإنما قد يتم من خلالها الترتيب لجولة مفاوضات لاحقة. لم يعني تتبلور ملامحها إلى الآن، ولم يتحدد موعد زمني لجولة مشاورات جديدة، لأنه انتهى الأسبوع الثالث. نعم. دون أن يحرز أي تقدم سوى الرؤية التي طرحتها الأمم المتحدة للمشاورات وفكرة اللجان، وهي إلى الآن لا تزال غير مقبولة. لكن ولد الشيخ صرح بأن المفاوضات لا يمكن أن تعود للوراء. ولد الشيخ منذ أن جاء إلى أو من قبل أن يأتي إلى الكويت، منذ أن تم إقرار هذه الجولة، هو يعتمد خطاب تفاؤلي وخطاب مبشر، لكن للأسف مع كلما طال الزمن بهذه الجولة اتضح أن هذا التفاؤل الذي أطلقه ولد الشيخ لم يكن مبنيا على حقائق أو على معطيات حقيقية تدفع باتجاه هذا التفاؤل، وإنما في محاولة لخلق أجواء إيجابية للحوار، في محاولة أيضا لتشكيل
نوع من الضغط النفسي على المتشاورين بأنه لا يمكن أن ننهي هذه الجولة إلا بتحقيق نتائج. نقاط الخلاف علي الأبرز التي دائما الميليشيا ما تتهرب من الالتزام بها والدخول في مشاورات حقيقية ما هي؟ هي المرجعيات وجدول الأعمال، لأنها جاءت ولديها أجندة محددة تريد الدخول في نقاش سياسي يفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ووقف عمليات التحالف. هذا هدف رئيسي جاءت من أجله وفد الحوثي وصالح، وبالتالي توقفوا عند هذه النقطة منذ أن جاءوا، حتى عندما يتعرضون لضغوط يوافقون على نقاط أو يوافقون على جدول أعماله، في اليوم الثاني يعودون إلى حيث كانوا ويتخلون عن كل الموافقات، لأنهم يجدون أنفسهم أنهم بأي بجدول الأعمال أو برؤية الأمم المتحدة أو بفكرة اللجان لن يحققوا الأهداف الرئيسية التي جاءوا من أجلها فقط. نعم، الصحفي علي الفقي كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا لك. وفي سياق متصل، أشاد سفراء الدول الـ18 بحرص الوفد الحكومي في المشاورات على تحقيق السلام وبما يتحلى به من صبر وحكمة. وقال رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي إنه التقى سفراء الدول الـ18 حيث أكدوا أنهم تحدثوا بوضوح وقوة مع وفد الحوثي وصالح للالتزام بقرارات مجلس الأمن وجدول الأعمال المتمثلة بالنقاط الخمس وعدم إضاعة الوقت والدخول فورا في بحث جدول الأعمال. وفي السياق ذاته قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن وفد الحكومة في المشاورات متمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن الذي ينص صراحة على الإفراج الفوري عن السجناء لدى الميليشيا. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن وفد الحكومة ذهب إلى الكويت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في البلاد، وأن الوفد يتعامل بمرونة مع كل المطالب التي قدمت إليه من قبل الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن. ووصف الأصبحي الأسبوعين الماضيين من المشاورات بأنها مثلت مسارا شاقا في التفاوض. نحن أمام مسؤولية تاريخية ليس فقط من أجل حقوق إنسان منتهكة في اليمن، ولا إلى ذلك دعا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ طرفي المشاورات في الكويت إلى تقديم تنازلات لبلوغ حل سلمي وشامل في اليمن. وقال ولد الشيخ إنه يجب على المشاركين في مشاورات الكويت أن يعكسوا تطلعات الشعب اليمني، مؤكدا أن اليمنيين يريدون إنهاء النزاع، وعلى المفاوضين أن يفكروا بمصلحة الشعب أولا. وكرر المبعوث الأممي أن العملية التفاوضية دقيقة وتستغرق وقتا، كونها تهدف إلى التوصل لاتفاق ملزم على كافة القضايا الخلافية حتى يكون الحل شاملا وكاملا. شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران بعد أكثر من أسبوع على سيطرة الميليشيا عليه. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن 7 غارات جوية استهدفت لواء العمالقة في حرف سفيان في وقت ذكرت فيه قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل 13 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء القصف. وكانت الميليشيا اقتحمت المعسكر مطلع الشهر الجاري بمديرية حرف سفيان، وهو ما أدى حينها إلى تعليق الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات الكويت. في تعز استشهد مدنيان جراء القصف الذي شنته الميليشيا على عدد من الأحياء السكنية. وبحسب المصادر المحلية فإن القصف طال أحياء ثعبات والزهرة والدمغة وعصيفرة وقرى سكنية في الكشار ومشرعة وحدنان، ما تسبب باستشهاد طفلة وشخص آخر وإصابة 14 آخرين، فيما لحقت الأضرار بعدد من منازل المواطنين.
إلى ذلك أعلنت المقاومة الشعبية مقتل أحد أفرادها وإصابة 15 آخرين جراء الهجمات التي شنتها الميليشيا على عدة مواقع في تعز. وشنت الميليشيا خلال الساعات الماضية قصفا مكثبا عقبه هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من المدينة، وكذا على مقر اللواء 35 مدرع في الوازعية أيضا ومناطق أخرى بالمحافظة. في سياق متصل قال محافظ تعز علي المعمري إن استهداف المحافظة يأتي لكونها مركز التنوير في البلاد ورافضة لمشاريع التخلف والجهل، مشيرا إلى أن الميليشيا تعتقد أنها ستخضع الناس بحكم القوة. جاء ذلك خلال الزيارات الميدانية التي قام بها المحافظ والتقى خلالها عددا من قادة وأفراد المقاومة واطلع على الاستعدادات العسكرية لمواجهة هجمات الميليشيا واعتداءاتها. كما التقى المحافظ المعمري أعدادا من المواطنين في مديريتي المصراخ وجبل حبشي بالإضافة إلى زيارته مناطق عدة في الضباب. هذا وقد كان وصل المحافظ علي المعمري إلى مدينة تعز والتقى السلطة المحلية وقيادات من المقاومة الشعبية وائتلاف الإغاثة الإنسانية، كما التقى أيضا الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن جيمس ماك والوفد المرافق له للإطلاع على الأوضاع الإنسانية التي تمر بها المدينة نتيجة الحرب والحصار الذي تفرضه الميليشيا. الأحداث تبدو متشابهة تماما في مدينة تعز، يتجدد القصف بشكل يومي على أحيائها السكنية، الاختلاف فقط يكون في عدد الضحايا. لا يخلو مكان في المدينة من المعارك العنيفة والاشتباكات المستمرة. ميليشيا الحوثي والمخلوع ما تزال تمارس طقوسها اليومية في استهداف المدنيين أينما وكيفما كانوا، حيث استشهد مدنيان بينهما طفلة وأصيب 14 آخرون جراء قصف طال أحياء ثعبات والزهراء والدمغة وعصيفرة وقرى سكنية في الكشار ومشرعة وحدنان لتلحق أضرارا جسيمة بعدد من منازل المواطنين هناك. مواقع المقاومة الشعبية بدورها لم تسلم من استهداف ميليشيا الحوثي المخلوع، حيث قتل أحد أفرادها وأصيب 15 آخرون في قصف للميليشيا أعقبه هجمات عدة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في أنحاء متفرقة من المدينة، منها مقر اللواء 35 مدرع الأكثر عرضة للهجوم منذ استعادته قبل أشهر من قبل الجيش والمقاومة. الجديد في المحافظة وعودة محافظها علي المعمري بعد جولة في مختلف مناطق محافظة تعز من جبهة الضباب وحيفان وجبل حبشي والمصراخ للاطلاع على سير العمليات والاستعدادات العسكرية. نحن لسنا دعاة قتل وقتال، نحن دعاة سلام، دعاة، لكن إن اعتقد الغازي أو الانقلابي أننا ونحن دعاة السلام يمكن أن يمرر علينا مشاريعه فهو واهم واهم واهم. يدرك الجميع في تعز خطورة عودة سيطرة ميليشيا الحوثي المخلوع على المدينة، وهو ما دفعهم للاحتشاد في كل الجبهات للدفاع عنها والتي باتت بمثابة المكان الذي قدره أن يحدد مستقبل المعركة على الصعيد الوطني. استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السيطرة على جبل جرداد في مديرية الشمايتين في تعز، وقال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على جبل جرداد المطل على منطقة بني عمر شرق المديرية في الوازعية بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. ومعنا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما هي أهم المواقع التي استعادها الجيش الوطني في الوازعية مع المقاومة الشعبية؟ نعم، الجبل جرداد هو يقع في إطار منطقة بني عمر مديرية الشمايتين وليس مديرية الوازعية. يوم أمس كثفت ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من قصفها العنيف على الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هناك، ولفارق التسليع بين الطرفين اضطرت مجموعات من مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للانسحاب من بعض المواقع كموقع قرن الغراب الذي سيطرت عليه ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، وهو موقع يطل على جبل ضعيف من جهة وجبل جرداد من جهة أخرى.
كذلك جبل الجرداد الآن تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بشكل كامل. ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بعيدة كل البعد عن هذا الجبل الذي دحرت من أطرافه إلى أماكن بعيدة. تقوم حاليا ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بقصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مناطق القرن الشامي وجبل ضعيف من أماكن تمركزها في منطقة الغيل التابعة لمنطقة بني عمر مديرية الشمايتين. نعم، ماذا يمثل استعادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني لجبل جرداد من أهمية فواز؟ جبل جرداد هذا جبل استراتيجي مهم جدا، يطل على كامل قرى بني عمر من جهة، وأخرى من جهة أخرى يطل على قرى كثيرة ومناطق كثيرة في الوازعية وبني عمر وبني محمد عفوا ومنطقة بني شيبة. هذا الجبل لو تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة عليه ونصب مدافعها وأسلحتها الثقيلة التي تمتلكها، ستقوم بقصف مناطق كالتربة ومديريات الشمايتين بالكامل ومديريات المواصب ومناطق كثيرة يسيطر عليها هذا الجبل، وستستخدمه الميليشيات في قصف المناطق والقرى الآهلة بالسكان. لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقول أنها لن تسمح للميليشيات بالسيطرة على هذا الجبل، وإن كانت هناك فوارق كبيرة في الإمكانات التسليحية بين الطرفين. نعم فواز، فيما يخص الوضع في المدينة سواء جانب الإغاثة، هناك أنباء تحدث عن وصول حملات يعني إغاثية طبية عاجلة إلى تعز، أيضا لقاء المحافظ المعمري مع ممثل الأمم المتحدة في اليمن، ما هو جديد هذه اللقاءات وجديد أيضا المعونات التي وصلت إلى المدينة؟ نعم، محافظ المحافظة وصل اليوم إلى مدينة تعز بعد زيارات تفقدية قام بها إلى جبهة حيفان ومديريات الشمايتين والمشراخ وجبل حبشي وجبهة الضباب، ومن ثم وصل إلى المدينة للاطلاع على سير المعارك هناك وإدارة المحافظة من داخل المدينة، أو على الأقل تفقد أحوال المواطنين هناك. أما بالنسبة للأعمال الإغاثية، ما زالت قوافل الإغاثة تصل إلى المدينة ولكنها بشكل بسيط جدا ولا تكفي لاحتياجات المواطنين هناك، لا تكفي للمعاناة الكبيرة والشديدة التي يعانيها المواطنين جراء الحصار الشديد الذي تقوم به ميليشيات الحوثي التي حتى اليوم تواصل حصارها الخانق على المدينة من جميع المنافذ وتمنع الدخول والخروج إلا فيما ندر للمواطنين. نعم فواز الحمادي مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى محافظة صنعاء، حيث قالت المقاومة الشعبية في مديرية نهم إنها رصدت نحو 120 خرقا للميليشيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الشندقي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع نفذوا 120 حالة اختراق للتهدئة شرق العاصمة صنعاء منذ بدء سريانها قبل أكثر من 3 أسابيع. وأوضح الشندقي أن هذه الخروقات تمثلت في قصف مدفعي ومحاولات للهجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجيش والمقاومة. الله أكبر. إلى ذلك، تواصل الميليشيا خروقاتها بشنها قصفا عنيفا على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بعد هدوء حذر دام نحو 3 أسابيع، تعود جبهة نهم إلى الواجهة في اتهامات متبادلة بين الميليشيا والمقاومة الشعبية. مصادر في المقاومة تحدثت عن خروقات أقدمت عليها الميليشيا، وقالت إن الميليشيا وقوة الرئيس المخلوع شن هجوما عنيفا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمنطقة بران بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، لكن المقاومة والجيش الوطني تمكن من التصدي للهجوم الذي استمر لساعات، تكبدت الميليشيا فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري. بينما رصدت المقاومة نحو 120 خرقا بحسب ناطقها الرسمي، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع نفذت اختراقا للتهدئة شرقي العاصمة صنعاء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 3 أسابيع. وأوضح ناطق المقاومة عبد الله الشندقي أن هذه الخروقات تمثلت في قصف مدفعي ومحاولات للهجوم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من الجيش والمقاومة. في غضون ذلك، تفقد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد المقدشي واللواء عبد رب الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان بمعية محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف
الخطوط الأمامية لجبهة نهم التي تأتي في إطار الزيارة للمناطق المحررة والاطلاع على مدى جاهزية الجيش الوطني والمقاومة في هذه المواقع التي تعرضت لخروقات من الميليشيا لاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار. شملت زيارة رئيس هيئة الأركان والمحافظ معسكر ماس واللواء 141 مشاة الذي استقبلهم فيه أركان حرب اللواء العميد عبد الله أبو حاتم. قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا مناطق سكنية في مدينة عسيلان بمحافظة شبوة، وقالت مصادر محلية أن عددا من المنازل تضررت جراء القصف على منطقة خالدة في المديرية. إلى ذلك أصيب جندي من قوات اللواء 19 مشاة غربي المحافظة برصاص أطلقته الميليشيا على مواقعهم، فيما تواصل حشد تعزيزاتها في مواقع أخرى. استقبل مطار المكلا الدولي أولى رحلاته الجوية بعد أكثر من عام على توقفه جراء سيطرة تنظيم القاعدة على المدينة. وقالت مصادر محلية أن طائرة تحمل نحو 12 طنا من المساعدات الإغاثية قادمة من الكويت وصلت المطار، ويأتي وصول هذه الرحلة بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير المدينة من عناصر تنظيم القاعدة نهاية أبريل الماضي. ضبطت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة شحنة دقيق منتهية الصلاحية ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة. وقال مدير عام الهيئة في المحافظة عبد الرحمن الكستبان إن الهيئة منعت دخول شحنة الدقيق بعد أن تبين من خلال الفحص المخبري أنها غير صالحة للاستهلاك. وأضاف أن الشحنة تقدر ب 41,490 كيسا من الدقيق الأبيض تابعة لأحد المستوردين في المحافظة، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المستورد بذلك للقيام بإعادة تصديرها أو إتلافها كونها مخالفة للمواصفات والمقاييس. أعلنت صحيفة أخبار اليوم توقفها عن الصدور بشكل مؤقت احتجاجا على ما أسمته الانتهاكات التي تتعرض لها إلى أن تتم محاسبة المتسببين بما تعرضت له مقرها في صنعاء وعدن. وقال بيان صادر عن الصحيفة إن قوة عسكرية مكونة من 6 دوريات وعربتين داهمت مقرها في عدن واعتقلت حراس المبنى والعاملين لساعات قبل الإفراج عنهم. وطالبت الصحيفة اليومية الجهات المختصة وفي مقدمتها محافظ عدن ومدير الأمن بمحاسبة مقدم البلاغات الكاذبة والمحرضين على مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم. نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائق المركبات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وفي المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. وحذر مركز الأرصاد من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في المنحدرات الجبلية، كما نبه الصيادين من سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر جنوب أرخبيل سقطرى. إلى محافظة أبين، حيث تشتهر منطقة باتيس شمال شرق المحافظة بزراعة العديد من المنتجات الزراعية، وتمثل الزراعة مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر وثروة مهمة تساهم في دعم الاقتصاد. مراسلنا لطفي إبراهيم والتفاصيل. في الطريق إلى منطقة باتيس يأخذك الجمال الساحر للطبيعة الخضراء في هذه المنطقة التي تشتهر بزراعة أجود أنواع الخضار والفواكه. الزراعة يعتمد عليها أكثر من 70% من السكان، هي مصدر مرجع الوحيد عن الموارد الاقتصادية في الجمهورية. منطقة باتيس واحدة من أهم المناطق الزراعية على مستوى اليمن ككل، لامتلاكها أرض خصبة قل أن توجد في مكان آخر. تشتهر هذه الأرض بزراعتها للموز والمانجو كأهم المحاصيل النقدية، وتكثر زراعة هذين الصنفين بشكل واسع. أنواع أخرى من المحاصيل الزراعية تنتجها هذه الأرض الطيبة، فإلى جانب إنتاجها للفاكهة هناك أيضا أنواع كثيرة من الخضروات التي تشكل رافدا أساسيا للسوق المحلية. هذه منطقة أبين باتيس تشتهر بمناطق الخضروات الموز والفواكه مثل المانجا مثل الطماطم مثل البصل والبسباس وكل الموجود هنا عندنا. مناظر تملأ العين جمالا،
وأمام هذا البساط الأخضر الذي يرسم لوحة لا مثيل لها، تبقى أبياً دائماً الخير والعطاء، وتبقى الزراعة كنز حقيقي ومساهماً رئيسياً في انتعاش الاقتصاد الوطني. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبياً. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوفد الحكومي يؤكد أهمية تحديد سقف زمني لمشاورات الكويت والتقدم في إجراءات بناء الثقة. طائرة التحالف تشن غارات على معسكر لواء العمالقة في عمران. قوات الجيش والمقاومة تستعيد السيطرة على جبل جرداد شرق الوازعية في تعز. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.